ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على برج العذراء وهتكلم اكتر على توقعات الاسبوع الثاني لشهر نوفمبر لعام 2021. برج العذراء، انا عايزه اقول لكم ان احنا عندنا بقى الاسبوع ده هنا هنا فعلا، عندنا خروج من المشاكل وخروج من ازمات وبدايات جديده، وعندك كمان تالق عاطفي، رجوع 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 رجوع. يعني كتير من اصحاب برج العذراء هيرجع للماضي خلال الاسبوع ده، وبالنسبه لك عندك فرصه قويه جدا 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 يوم 8 ويوم 9. يوم 8 ويوم 9 بالنسبه لك فيهم رجوع، مع ان اليومين اللي كانوا قبلهم كانوا مقلقين قوي قوي بالنسبه لك، مش عارف ده صح ولا غلط، انا كده ندمت على اللي انا عملته ولا غلط، مش عارفه ايه، ولا كان عندك حاله. الى ان يا برج العذراء يوم 8 ويوم 9 من افضل الايام المتواجدين كتير ليك، لان عندك خبر صار، عندك فرحه عاطفيه، مش بس عشان خاطر القمر متواجد في برج الجدي خلال يوم 8 ويوم 9. كوكب الزهره اللي اتنقل لبرج الجدي من يوم 6 اتنقل له، وبالنسبه لك تاثيرات عاطفيه حلوه، بس كانت مزروعه تحتها مليون سؤال ومليون علامه تعجب. يوم 6 ويوم 7 ما كانوش حلوين عليك بالقدر الكبير قوي، فاذا كان عندك حاجه يمكن لطيفه بس مع اثاره ازمات او مشاكل، مش هنتكلم على اللي فات. من يوم 8 الوضع معاك بيتغير، بتبدا تحس بتاثيرات الحقيقيه لانتقال كوكب الزهره لبرج الجدي، وبتحس بالاضافه العاطفيه اللي هو هيضيفها لك انت كمان لانك من نفس العائلة الترابية. طيب برج العذراء، من ضمن الحاجات برضو المتواجدة كتير ليك ان انت عندك في فترة انت يعني هتقدر ان انت تتقدم بيها، توصل للي انت عايزه، هتقدر تحقق طموح، عندك مشروع انت داخل فيه او حاجة انت بتعلن عنها او هتعلن عنها، هتسير نجاح قوي جدا يا برج العذراء. الحاجة اللي انت هتعلن عنها او اعلنت عنها هي امر عاطفي او حاجة ليها علاقة بمشروع مهني. طيب بالنسبة يعني هي مش وضع مهني، هو مشروع، يعني حاجة خاصة بيك برج العذراء. لو انا هتكلم على الموضوع بشكل تقسيم اكتر، انت بالنسبة لك انت عندك معرفة واتصال باشخاص مهمة، عندك اتصال باتجاهات مهمة، عندك ان انت بتتواصل مع كتير من الناس، هتلاقي نفسك اجتماعي بزيادة، هيكون عندك اشخاص من المجتمع قريبين منك اكتر، هتكون قادر ان انت تسير بعض الاشخاص ليك، بس احذر من حاجة مهمة، احذر من الطريقة بتاعتك في اثارة الاخرين، احذر من طاقة غرور جزئي في ان انت ممكن الوضع الاجتماعي ده تقلبه ضدك مش معاك. ما هو انت ممكن، ما هو ده برضو على حسب، عارف بالظبط لما تيجي تشتري حاجة ويبقى يقولك فيه يا اما حسن استخدام يا سوء استخدام، خلي بالك انت بالظبط عندك النقطة دي كتير يا برج العذراء، فخلي بالك انت الوضع الاجتماعي معاك، انت قادر توصل وتتواصل مع الكتير، بس الفكرة كلها انت هتتواصل معاهم ازاي، بايه، الطريقة نفسها نوعها ايه، فانت اللي قادر على ان انت تخليهم يا ينبهروا بيك بايجابية يا ييجوا عليك بسلبية، فهنا الحذر واجب عشان مش كل برج العذراء. ما هو ليه دايما بنلاقي ان اصحاب البرج الواحد مش كلهم في حالة تقدم ومش كلهم في حالة وقوع، ورغم ان ممكن يكون الوقت مناسب الوقت مش مناسب، الفكرة كلها انت بتفهم ان اليوم بالنسبة لك حلو او انت عندك بتستغله، في ناس تستغل الفرص وفي ناس ما تعرفش تستغل الفرص او بتستغلها بطريقة عكسية، فهنا الفرق كبير جدا جدا. حد كان سألني وقال لي قبل كده ان التوقعات تنطبق على كل اصحاب البرج، كلمتكم قبل كده على الموضوع ده، ان مين اللي بيعرف يستغل الايام ويفهم الايام بالنسبه لنا ايجابيه ولا سلبيه، والموقف اتخذه ايه ومش ايه، والنصايح ان احنا نسمعها صح ولا لا. وفي كتير من جزئيه تانية من البرج الصاعد بتاعك اللي هو بتاريخ الميلاد، اللي هو بساعه الولاده، ساعه الولاده بيكون ليها تاثير برج اخر، يعني انت ممكن تبقى برج العذراء بس عندك تأثيرات مثلا الميزان، لان انت ساعة الولادة بتديك ان انت تبقى برج الميزان، فبتاخد من تأثيرات وتوقعات الاتنين على فكرة، فدي حبيت اوضحها لاني انا اتسألت فيها فجت في بالي ان انا اقولها لكم دلوقتي. طيب برج العذراء، انت عندك الامور المهنية هتبقى ماشية ازاي، الامور العاطفية الخ، الامور المهنية انت كوكب عطارد راح من برج الميزان راح لبرج مش من برج الميزان راح للعقرب، فده بالنسبة لك البيت التالت، فبيخلي
عندك نوع من انواع ان انت بتمشي مصالح مع الاخرين، بمعنى ان انت هتبقى مثلا عايز تعمل مشروع وتعمل مش عارفه ايه، فبتتصل بفلان تاخد نصيحته، تاخد خبره من فلان، تستاذن فلان لو هو يعرف يخلص لك ورقتين، تعمل مش عارف. فعندك ان انت بتخلص مصالح باتصالات، بتواصلات، بان انت تسال فلان وعلان وتقرب من فلان وعلان والجو ده. فعندك ده جدا. برج العذراء بالنسبة لك في الأمور المهنية بتقدر، لو انت كنت بتسعى لمشروع بقالك فترة فعندك حان الموعد، يعني في معاد لانطلاقة مشروع، بداية مهنية، تصليح في العلاقات المهنية، الجو ده موجود كتير في خلال الأسبوع ده. فإذا ده الوضع المهني. طب الوضع المهني انت بتقدر تحقق فيه مكاسب؟ بالفعل عندك مكاسب مهنية جاية من أمر مهني، يعني عندك فلوس جايالك من امر مهني مش امر خاص بميراث، ولا يعني عندك انا بتكلم في الاسبوع نفسه. فالفلوس اللي جايالك ليها علاقة باطار مهني، فانت عندك النقطة دي كتير يا برج العذراء. طيب برج العذراء برضو بالنسبة لك في الامور الخاصة بالوضع المالي، انت عندك في فلوس جايه لك من الوضع المهني زي قلتها لك، الا ان عندك في سداد لديون، سداد لاحتياجات، بتشتري حاجه ممكن يكون كان نفسك فيها، عندك مشتريات ليها علاقه بالمظهر، بمعنى ممكن تكون بتشتري لبس ستايل، يعني بتشتري حاجه تعمل مظهر او بتغير مظهرك او بتغير الستايل بتاعك الجو ده، او بتغير حاجه في ديكور بيتك. فعندك النقطه دي جدا، او ان انت بتغير سياره خاصه بيك او بتجيب سياره جديده، في عندك الاجواء دي حاجة ليها علاقة بالبرستيج والمظهر والجو ده. طيب برج العذراء برضو من ضمن الحاجات المتواجدة كتير عندك ان انت عندك اهتمام بنفسك من حيث الاكل اللي انت بتاكله، من حيث الامور الصحية او النظام الغذائي الصحي، من نظام ان انت كمان بتبص انا اشرب ايه ومشربش ايه، ايه المفيد ليا واللي مش مفيد ليا. ده عندك ده، يعني عندك اهتمامات بنوعية الاكل ونوعية المشاريب بتاعتك، عشان ان انت عايز تعرف انا ايه الصح ليا وايه اللي مش صح، استخدم ده ولا ده. عندك ده كمان. عندك مشاكل صحية انت بتعاني منها، لا عندك فكرة بقى الاسبوع ده ان انا اهتم بالوضع الصحي، اهتم بشكلي، اهتم بمظهري، اهتم ان انا اخس، ان انا اتخن، الجو ده تخنان انا اليومين دول، فمعرفش بقى دخلة الشتاء بتفتح النفس ولا ايه. المهم يعني برج العذراء، وعلى فكرة برج العذراء برضو نفس الموضوع، يعني هتلاقي نفسك ان انت ممكن تكون انت شايف نفسك ما بتاكلش كتير، بس هتحس ان انت انا تخنان، ايه اللي بيحصل، ايه كده يعني، فيكون عندك ده، فتبقى مش راضي بالمظهر، لا انا عايز اخس، لا انا عايز العب على نفسي قوي. فعندك النقطة دي كتير. طيب برج العذراء في عندك الامور بقى العاطفية، الامور العاطفية حاجة كده بسم الله ما شاء الله لذيذة كتير. زي ما قلت لك في البداية ان انت بتحس بتأثيرات كوكب الزهرة بقى في برج الجدي خلاص من اول الاسبوع، من اول يوم 8 بتبدأ عندك ان انت بتقدر توصل للحبيب، توصل للشريك الخاص بيك، عندك خبر صار، ممكن يكون للناس المنفصلين هيكون في رجوع بصورة قوية جدا 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 للناس المنفصلين، وخاصة للي عندهم اولاد. يعني انت ممكن تكون يعني لو انت منفصل وعندنا اولاد وارتبطت بحد تاني، لا هترجع للي هو ابو الاولاد او ام الاولاد، هيبقى عندك ده، يعني عندك دي جدا جدا. بالنسبة للناس المنفصلين طبعا عندهم حب جديد، يعني ممكن يكون حب جديد لو الشخص مش موجود عامة، فهيكون بالفعل عندهم حب جديد. انا اقدر اقول ان برج العذراء بيبقى فيه دقة باب لقلبه بشكل قوي جدا جدا في خلال الاسبوع ده. اقدر اقول ان اصحاب برج العذراء بيتهنوا عاطفيا، بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب لحسن، هم من نوع برضو اللي بيلقطوا الحسد بشكل سريع، فهم عندهم فرحه عاطفيه هيحاولوا يداروها على فكره، بس هم لسانهم بياكلهم فزمانهم قالوا لكل اصحابهم. برج العذراء بالنسبه لك كمان للناس اللي هم مرتبطين بقى بالفعل، في تعزيز في الروابط اكتر، في حاله من القرب اكتر، في زيارات عائليه متبادله اكتر، في عندك الاجواء دي كتير يا برج العذراء. برج العذراء اقدر اقول ان انت عندك بالفعل فرحة عاطفية قوية جدا جدا ما شفتهاش قبل كده، او مؤخرا بقالنا كذا فترة تعبانين عاطفيا، الى ان الوضع العاطفي اخيرا بنقول يعني يا هلا،
يعني قوي يعني، فلو اشتقنا للغالي فعندك ده كتير. اقدر اقول اصلا انها بداية استقرار عاطفي، قبل نهاية السنة بنبدأ استقرار عاطفي لبرج العذراء. طيب ده بالنسبة للامور العاطفية. الوضع الاجتماعي زي ما قلت لك انت اللي بايدك ان انت يا تستغله صح يا تستغله غلط، يا اما تبهر الاخرين يا تخلي الاخرين دول او الوضع الاجتماعي ده يقلب عليك، انت اللي بتحدد ده جدا. لكن انت عندك اصدقاء كتير، انت ملفت للانتباه جدا من الناحية الاجتماعية، عندك في تعزيز روابط عائليه لان كان عندك خلافات عائليه خاصه مع الاهل اللي هم من الدرجه الاولى، كان في بعض المشاكل او في رفض القرار انت كنت متخذه، الا ان بيبقى في تصليح في العلاقات العائليه، في زيارات عائليه، في تعاملات مهنيه عائليه، فعندك الاجواء دي كتير يا برج العذراء. برج العذراء الوضع الصحي انت بتهتم بصحتك كتير، لكن الفكره كلها ان ممكن يكون حد من المقربين ليك عنده مشكلة صحية، وده يمكن يكون بيسير قلق جواك شوية، فخلي بالك على صحة الآخرين. برج العذراء عندنا أسبوع قوي جدا لازم نستغله بقدر كبير، بس هو يوم 15 ويوم 16 هنحذر شوية من التسرع، الغرور شوية اللي ممكن يمتلكنا بسبب مثلا ان احنا عايزين نغيظ حد، نكيد حد، نتحدى حد، الجو ده. برج العذراء انا بشكركم كتير وبحبكم جدا، بتمنى كتير اني اكون فدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه، تفعيل الجرس. سلام.